تتواصل انطلاقات اشواط مساء هذا اليوم، نجدد اللقاء مع كل شوط من اشواطنا في هذا المساء الجميل وفي هذه التحديات الرائعة على أرضية ميدان المرموم وميدان دستور الذي يحمل مهرجان فخر الأجيال في هذا المساء، وانطلاقة الأصالة وعالم الأصالة وتحديات الناموس. انطلق أحد أشواطنا الثالث عشر إلى مال في هذه الانطلاقات وما تبقى من أشواط في هذا المساء مع ملاك الحقائج. مشاهدين الأعزاء، انطلق الشوط الخاص بالإبكار في هذه الانطلاقة وهذه التحديات الكبيرة والجميلة على أرضية هذا الميدان. نسير مع مقدمة الشوط ونرى السيطرة هنا على المقدمة، تقود المشاركات بطران بطران على المركز الأول أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي على مقدمة الشوط، بينما تليها في المركز الثاني وتأتي في ثاني المراكز وتندفع الشاهينية سيف بن خليفة بالضبيب الشامسي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث تتواجد في ثالث المراكز. مشاهدينا الاعزاء، التلة تاتي في المركز الثالث، محمد بن سعيد بن علي المري على المركز الثالث. اما المركز الرابع وصلتنا في رابع المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، غدير وعوض بن سعيد بالكيلة العامري في رابع المراكز. اما المركز الخامس الوصول من جبارة متعب بن طالب بن شريم المري، بينما المركز السادس سادس المراكز تتواجد فيه هناك يا سلام وسام حمد بن مبارك بن سالم برغ الشامسي هناك مع هذا الانطلاق، بينما المركز الثامن في ثامن المراكز تواجد في هذه اللحظة من قبل كنوز، تأتي في المركز الثامن كنوز محمد بن زايد بن محمد المنصوري. المركز التاسع في هذه اللحظة وصلت مشاهدي العزاء الشاهينية حمدان بن محمد بن سالم الاكتبي. والمركز العاشر عاشر المراكز تتواجد في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، عالية شامس بن معتوق العامري. هذه العشر المراكز 1200 العنوان الرسمي. يا سلام، والموقف الموقف يباله متابعة. ركز يا بالضبيب، ركز على المقدمة. مشاهدين الأعزاء، تقود المشاركات وتندفع على المركز الأول وعلى الانطلاق الأول هناك مع هذا الانطلاق، ولكن شوف التحرك من الجانب الآخر. يا سلام، التل محمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري من الجانب الآخر تقود المشاركات. يلا يا الجربوعي، بينما المركز الثاني عندك يا بن شريم على ثاني المراكز. مشاهدي العزاء، جبارة متعب بن طالب بن شريم المري على ثاني المراكز، وبقول المركز الثالث هناك بن ثعلوب. مشاهدي العزاء، مع الضبي مسلم بن سالم بن ثعلوب الدرعي على المركز الثالث، والمركز الرابع هناك مع محمد بن زايد بن محمد المنصوري. ولكن شوف الدخول في هذه اللحظة على رابع المراكز. الله يا الموقف، الله يا الموقف. مشاهدين الأعزاء، حساس للقاية وصلت في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، علي بن حويل بن مهدي العامر في ثالث المراكز. أما المركز الرابع ندى علي بن خليفة بن رشيد. الموقف خطير للقاية للقاية للقاية. تسيطر على المقدمة الظبي مسلم بن سالم بن ثعلوب الدرعي على مقدمة الشوط. السيارة والناموس، الناموس الناموس غير في المرموم، غير في فخر الأجيال. الله يا سلام يا سلام. وهذه الظبي سالم بن مسلم بن ثعلوب الدرعي على مقدمة الشوط، خلاص تعلن الناموس في هذا الشوط. بينما المركز الثاني ندى خليفة علي بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الثالث وصلت فيه في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء، اللي هي الظبي لعلي بن عبد الله الفهيد المري. والمركز الرابع رابع المراكز وصول التلة لمحمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري، بينما المركز الخامس
المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء علي بن حويل بن مهدي العامر. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء للخمس المراكز في حالة وصولها. شوط كان مثير بالحماس بالأداء الجميل بالتحدي بالرقص في هذا الشوط، ولكن تمكنت من الفوز مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هي الظبي، وهي اسم على مسمى. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لمالك الظبي اللي هو مسلم بن سالم بن ثعلوب الدرعي للمرة الثانية على التوالي. أشكرك يا بن ثعلوب على هذه المشاركة الفعالة. 4 دقائق و29 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس وسلاماتنا لبن ثعلوب إلى أهالي القوع على هذا الفوز والتحدي والناموس. بينما المركز الثاني وصلت في ثاني المراكز ندى قطعت المسافة في 4 دقائق و30 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك ندى علي بن خليفة بن رشيد السويدي، وصلت في المركز الثالث مشاهدي الأعزاء الظبي علي بن عبد الله البطين المري. 4 دقائق و31 ثانية، بالوفاء والتمام. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة لجميع الأخوة الفائزين.